شكرا جزيلا لزميلنا مصطفى ستار، وان شاء الله حتى نرتفع درجات الحراره اكيد قول الامام الصادق اكيد سلامه وحياته لكل الذين تبدلت وجوههم في حب الحسين عليه السلام. فقال الامام الصادق عليه السلام: من اراد الله به الخير قذف في حب في قلبه حب الحسين وعليه السلام وحب زيارته، ومن أراد الله به السوء قذف في قلبه بغض الحسين عليه السلام وبغض زيارته. اللهم اجعلنا من زوار الحسين، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعته. أكيد اليوم كل العالم يتوجه إلى كعبة الأحرار وقبلة الأحرار، قبلة جميع من بذلوا بمهجتهم في حب الحسين عليه السلام. حتكون إن شاء الله وقفة مع زميلنا نوار بياتي من محافظة ديالى، اللي راح ينقل لنا أجواء عاشوراء في محافظتنا العزيزة. خلنا نشاهده وإن عودة مشيئة الله. إحياء للشعائر الحسينية في شهر المحرم الحرام، شهر توشحت قلوب الموالين لأهل البيت عليهم السلام، لذلك شهدت أغلب مناطق محافظة ديالى حضورا كثيفا من قبل المؤمنين ومن مختلف المذاهب والقوميات لإحياء أيام العاشورائية الأليمة. الحمد لله رب العالمين، مدينة خرابات عفى بأهلها وأحبتها ومتكاتفين، وها ترون المجلس والعزاء في هذه القرية، عزاء له صيت خاص، وأن من أنحاء وأطراف مدينة ديالى يأتون ويشاركون في هذه المجالس، المجلس المركزي لقلب مدينة خرنابات. اليوم الحمد لله والشكر في محرم الحرام وفي هذه المجالس النيرة ب استذكار شهادة أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام، نستلهم الدروس والعبر من هذه المجالس الحسينية في جميع محافظة ديالى، والحمد لله والشكر اليوم تشمل هذه المجالس جميع طوائف محافظة ديالى، والمجالس عامرة بنور الإمام الحسين عليه السلام. الحمد لله والشكر على هذه النعمة الفضيلة في محافظتنا العزيزة ديالى. هنا في منطقة خرنابات التي عانت من ظلم كبير في أزمنة الاعتداءات الإرهابية، لكنها لم تنقطع عن إقامة الفعاليات والمراسيم العزائية وبأتم صورة، فجسدوا عزائهم بإحياء مراسيم العزاء بروح حسينية مفعمة بالمحبة والتكاتف، مستلهمين الدروس والعبر من سيد الشهداء عليه السلام. يا حسين أنت النور بالعين، باسمك تنادي هالملايين، على عهد خرنابات وياك للموت، احنا وياك وياك يا حسين، انت النور بالعين، احنا متجذر بينا الحسين متجذر، وليس عندنا عادة او هي هواية، الكل مشغول بتقديم الخدمة للناس، البيوتات اكثرها اكثر خرنابات ميسور وغير ميسور يدفع للإمام الحسين عليه السلام، وهذا هو ما هي هذه المدرسة، نحن لم نقاتل ولم ننتصر على داعش إلا بمدرسة الإمام الحسين عليه السلام. شكرا للسيد السيساني، شكرا للمرجعية الرشيدة. على هذه قرية خرنابات تستقبل شهر محرم الحرام والتعزية لمقام صاحب العصر والزمان بذكرى شهادة سيد شباب أهل الجنة أبا عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. استعدت منطقة خرنابات لإقامة العزاء ونصب المواكب الخدمية لاستقبال المعزين، حيث اعتادت منطقة خرنابات على استقبال المعزين من جميع مناطق العراق، ليس في مناطق ديالى وحسب، إنما جميع مناطق العراق. خرنابات تعد من المناطق السباقة ومن العهود السابقة بإقامة العزاء والتعزية لصاحب العصر والزمان، حيث أن تاريخ هذه القرية مقترن ومرتبط بإقامة هذه الشعائر. برنامج صباح كربلاء، نوار البياتي، محافظة ديالى.